في حجة وعلى طريق الشاهل القهشمر عقبة جبلية سميت بطريق الموت، وذلك نتيجة خطورتها وتعدد الحوادث فيها. خلال 10 دقائق لابد أن تمر على 44 ملفا خطيرا في عقبة قفل شمر في مديرية الشاهل بمحافظة حجة، حيث تصل إلى الطريق المستقيم. الطريق ضيق ووعر وملفات متعرجة، والجميع معرض للموت في أي لحظة. توجد عندنا 44 ملف، إلا أن هناك لا يوجد هناك حواجز داعمة للإسفلت، ونظرا لضيق الخط وسرعة المركبات خصوصا في الساقين يعني بسرعة جنونية وطيش وإهمال، لا يوجد هناك حواجز داعمة للإسفلت مما يؤدي إلى سقوط بعض المركبات. كاميرا السعيدة وهي ترصد حركة الطريق وصعوبة المسافرين والعابرين وقفت على حادثة موت محقق في الطريق تمثلت بهذا المشهد، مشهد وفاة أحد مالكي المركبات والناقلات. نحن نعاني من يجلس هذه الملفات ونناشد المنظمة أن تعمل لنا حواجز، لأنه بسببها حصلت حوادث كثيرة. عندما يسقط منها أي قلاب ولا عاد يطلعوا سامان ولا عاد يسلم حد منهم. الملفات هي ضيقة نفسها، تحتاج إلى حواجز والخطوط، حسب أن أكثر من الناس ينزلوا متهورين. الخط فيه تي ار ام ملف كلها تشتي حواجز، كل مرة يفلت قلاب، كل مرة سيارة قلاب حادث موت، كل مرة بس موت موت موت، ما قلت باشر مرة إلا هي يقع حادث هذا الملفات. وإما هذا كل الملف نطلب من الجهات المختصة أن يصلحوا لنا حاجز كبير، لأنه هذا كل ملف خطير جدا يقع فيه أكثر أيامنا حوادث. نناشد المنظمات والجهات المختصة بعمل حواجز لعلها تخفف من سقوط المركبات والوفيات، كونها منطقة جبلية تضاريسها صعبة ونظرا لضيق الخط. الجميع هنا وهم يتحدثون عن هذه المعاناة يناشدون الجهات المعنية وكافة المنظمات الدولية في إنقاذهم من الموت عبر هذا الطريق الذي يعتبر شريان حياة للجميع.